أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عدم توريث الإخوة مع الجد واعتباره أبا فتزول الكلالة عنهم، هذا مذهب من من أهل العلم؟ الجمهور، مذهب جمهور الأئمة أن الإخوة لا يرثون مع الأب. نعم، وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب واختيار أئمة الدعوة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.